السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تي بي اتش دي، ومع فيديو جديد. هذا الفيديو سيكون حول سماعات لونوفو أو سماعات البلوتوث من شركة لونوفو اتش تي 28. أول شيء نقوم به هو فتح العلبة لكي نرى ما يأتي مع العلبة أو عفوا مع السماعات من أكسسوارات. طبعا تتوفر هذه السماعات باللونين، اللون الأبيض واللون الأسود. عند فتح العلبة نرى أنها تتوفر على كيبل من نوع تايب سي لشحن العلبة. وهذه الأجزاء من السيليكون، الأجزاء الإضافية لسماعات بأحجام مختلفة. وهذا كتيب الإرشادات. وهذه علبة أو البوكس الذي يشحن عن طريق كيبل بنوع تايب سي كما أشرت إلى ذلك مسبقا. تأتي هذه السماعات بتقنية بلوتوث من الجيل الخامس مع معالج ذكي للحد من الضوضاء. سعة البطارية أو سعة بطارية السماعة الواحدة 60 ملي أمبير، وهذا الذي يجعل عمر البطارية يصل إلى 4 ساعات أو أكثر، وهذه نقطة تحتسب لهذه السماعات. وجودة الصوت في هذه السماعات ممتازة وجيدة مقارنة بالعديد من السماعات الأخرى، وهذا انطلاقا من تجربتي الشخصية. سماعات HT28 تضيء وبلون أزرق وأحمر، يعني بوميض أزرق وأحمر، عندما تكون مستعدة للربط مع الهاتف. وعند ربطها يتوقف الوميض. نذهب الآن إلى الموسيقى لكي نقوم بتجربة السماعات. لمسة واحدة بلاي أي تشغيل وإيقاف الموسيقى، لمستين يأخذانك إلى جوجل أسيستنت وسيري في هواتف آيفون. لمسة لمدة 3 ثوان في السماعة اليمنى يؤدي إلى تغيير الأغنية إلى الموالية، بينما في السماعة اليسرى إلى الأغنية ما قبل التي تسمعها. سماعات لونوفو HT28 مقاومة للماء IPX4. علبة الشحن سعتها 2600 ملي أمبير، قد تقوم بشحن السماعات إلى 4 مرات أو أكثر، وتشحن عن طريق كيبل تايب سي كما أشرت إلى ذلك مسبقا. وعند ربطها بكيبل الشحن يكون هناك وميض باللون الأخضر، وعند شحنها بالكامل يتوقف الوميض وتصبح عبارة عن نقطة خضراء مضيئة. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة طبعا، دعما لنا لكي نقوم برفع فيديوهات أخرى. وهكذا تبدو سماعات HT28 في الأذن.